got it so bad, man. Broke my broken will and I can't go back. Now I am. You can't chase me. Hello, والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 The Lab. طبعا مقطع اليوم مقطع جدا جدا بسيط، وراح نتكلم فيه عن آخر المعلومات لطور الأونلاين للعبة RDR2. طبعا تم تسريب أول صورة رسمية لطور الأونلاين، وراح تكون هذه الصورة، فالآن راح نتناقش في الصورة شوية. طبعا زي ما تشوفون في الصورة، الصورة جاية من موقع روكستار انتل المشهور في دراسة ألعاب روكستار والتسريبات. طبعا لما نركز في الصورة راح نحصل انه والله في شرطيين، والشرطيين يسوقون عربة، والعربة راح يكون فيها مجموعة من المساجين، تقريبا 4 مساجين 6 مساجين وانت طالع. طبعا قد تكلمنا سابقا على انه التوتوريال اللي راح يعرفك بطور الاونلاين لعبة Red Dead Redemption 2 راح يتضمن هروبك من سجن. فهذه الصورة والله تأكد لنا رسميا انه التوتوريال او المهمات اللي راح تعرفك بطور الاونلاين للعبة راح تتضمن الهروب من السجن. فبنسبة كبيرة هذه الصورة فعلا راح تكون في الاونلاين. بالنسبة لي والله يا صالح، متى الموعد؟ تقريبا حنا اليوم 18 نوفمبر وعندنا تقريبا 12 يوم باقية على نهاية الشهر. طبعا روكستار في الأيام هذه بنسبة يعني 70% أو 100% حتى إنها راح تنزل تريلر رسمي للعبة Red Dead Redemption Online أو طور الأونلاين للعبة. فأتوقع أنه راح ينزل يوم السبت القادم، وراح ينزل اللي هو تريلر الرسمي، ومن التريلر الرسمي راح نعرف متى موعد النزول. زي ما قلت لك عندك 12 يوم، في 12 اليوم هذه راح ينزلون التريلر الرسمي للعبة، ومنه راح نعرف الموعد الرسمي. فاللعبة أو الأونلاين أو الطور راح يكون قريب جدا، وخلاص ما بيجيله أي شيء، فاستعدوه، نبغى نجلد ردت جلد، نبى نجلد الأونلاين جلد. طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. مقطعنا اليوم جدا جدا بسيط. يلا سلام عليكم.